قالك في البدايه غاليه غيرت في سمية الخشبي طبعا انا سعيده جدا، بشكركم على الندوه وعلى التكريم وعلى ان انتوا اخترتونا كمسلسل. الحمد لله لا نجاح كبير قوي بشهاده الجمهور، وانا بدون مبالغه اول مره عاده في على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بيبقى فيه اللي معجب واللي مش عاجبه واللي بيشتم، يعني ده العادي اتعودنا عليه دايما، بس بجد بدون مبالغه لاول مره في حياتي بشوف انه الناس كلها بتشكر، يعني كله لا مسلسل جامد، لا حلو قوي، مبروك المسلسل. حد يشتم يا جماعه؟ مش حد بيشتم خالص. فدي لا لفتت نظري قوي انه ما شاء الله، ايه ده بجد، مفيش حد متضايق من المسلسل، مفيش حد بينتقد، فكنت فرحانه قوي. حسيت ان تعبي ما راحش على الارض، انا تعبت قوي في المسلسل ده بجد، تعبت قوي قوي، تعب غير طبيعي نفسيا وجسديا وعصبيا، لان الدور صعب قوي. يعني محمود حمدان كاتب كمية نكد وهم وغم وأحزان تكفي 10 مسلسلات بدون مبالغة. النكد أنا دايما أقول له أنت يعني عندنا مصطفى كامل في الغنى، أنا بقولها له يعني مصطفى كامل طبعا راجل محترم جدا وحبيبي جدا يعني، فأنت كمان في التأليف أنت راجل يعني بتعرف تحب تكتب نكدي كويس أوي. فلا يعني نكد عياط بقى، وبعدين مقابر ومشرحة والنيابة والسجن وحوادث وموت، صعب كتير، جرعة قوية قوي فأثرت فيا جدا، فده خلاني حتى في اللوكيشن كان كل زمايلي ملاحظين ان انا كنت دايما زعلانة متضايقة، عينيا الوحدة كانت بتعيط طول الوقت طول الوقت، بلس الإصابة كمان دي اللي انا فيها خلتني معصبة اكتر، فما كنتش في وضعي الطبيعي، فبس هم شالوني بصراحة، وانا بشكرهم قوي قوي، انا بتشرف بيهم بجد كلهم، يعني معانا كوكبة نجوم بجد مش بهزار، والملفت للنظر انه كله حابب الموضوع وكله بيشتغل من قلبه، وكل واحد نجم وبطل في دوره، محدش اقل من حد، كلنا سواسية، كلنا شايلين، كلنا ابطال، كلنا كل واحد حابب دوره وحابب اللي حواليه، فتحسي في مباراة في التمثيل بجد يعني. فلا الحمد لله، انا مش عايزة اقعد اتكلم كتير عشان زمايلي كمان يتكلموا، وهرجع تاني اكمل بقية كلام.